ناخد الثلاث فيكتورز هذول x1 x2 x3. انا ممكن طبعا افكر بالفيكتورز بثلاث فيكتورز، كولوم فيكتورز او ماتريكس. يعني عمالي بقول انه x1 طبعا x1 هون كولوم فيكتور 1 2 3 x2 1 0 1 و x3 2 2 4. كان ممكن اقول ايه بتساوي 1 2 3 1 0 1 2 2 4، وكان ممكن احطهم روز كمان او شيء. اوكي، فهذول اذا طلعت هذول الثري فيكتورز. هلا خلينا نطلع، لو اخذت x1 بلس x2 شو بعطيني؟ x3. فهون عندي سيز، والسيز على فكره هون 1 1 وناقص 1، لانه اذا اخذت c1 x1 زائد c2 x2 زائد c3 x3 بتساوي 0، بكون عندي C1 بيساوي 1، C2 بيساوي 1، و C3 بيساوي ناقص 1، مش هيك؟ فبصير عندي 1 زائد 1 2 ناقص 2 0، 2 زائد 0 2 ناقص 2 0، و 3 زائد 1 4 ناقص 4 0. إذا هدول الفيكتورز بالتالي لازم يكونوا، هدول واضح إنهم ديبندنت. وممكن كمان كان أقول إنه X3 ماينس X2 بتساوي X1، بأي شكل بدنا اياه لهذا. طبعا هاي حاله بسيطه، ممكن تكون حالات اكثر. المهم انه اذا طلع معي سيز نون زيرو، هذول لاحظوا كلهم الثلاثه نون زيرو. هلا لو حطيت سيز زيرو في الحاله الثانيه، هلا بنشوفها هنا. طيب شو لازم يكون الديتيرمنت هون عندي؟ زيرو. اذا هاي بنقول الماتريكس هذه سنجلر، او بنقول هذول الفيكتورز ديبندنت.